لكم على الحضور ديالكم اليوم في هذا الحفل المبارك اللي نظمه المركز بالمناسبه ديال تخرج ديال جوج الافواج. الفوج الاول كان عندنا ديال تدريب المدربين اعداد المدرب المعتمد، والفوج الثاني كان عندنا ديال برنامج المهارات الحياتيه. فكنشكركم على هذه التغطيه وعلى هذا الحضور هذا الجميل ديالكم. بالنسبه للبرامج ديالنا في مركز قباس هي برامج معروفه، كلها برامج تنمويه صرفه نهدف من خلالها الى تطوير المهارات الحياتيه عند المشاركين، تطوير الشخصيه ديالهم، المساعده ديالهم طبعا على التغيير وعلى الانخراط الايجابي في الحياه من خلال واحد المجموعه من الدورات اللي كتكون اما على المستوى العام يعني سنويه في حضور جوج المرات في الشهر، او كتكون دورات او برامج تدريبيه اللي فيها 6 شهور وكيستافدوا من جوج الحصص في الشهر. مجموعه ديال المهارات في التنميه الذاتيه اللي يمكن انها تخول لهم انهم ينخرطوا في الحياه وانهم يتغلبوا على الضغوط ديال الحياه ويتغلبوا على التحديات ديال الحياه، يتعلموا كيفاش يتواصلوا، يتعلموا كيفاش يكتسبوا الثقه بالنفس، كيفاش يقدروا ذواتهم، كيفاش يحلوا المشاكل. مثلا هذا البرنامج هذا كانت فيه تقريبا 10 ديال الدورات التدريبيه، مهارات ديال الثقه بالنفس، مهارات ديال التواصل، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، حل المشكلات واتخاذ القرارات، اداره الضغوط. فهذه كلها مهارات اللي كنحتاجوها بصفه عامه في الحياه ديالنا باش ندبروا الشؤون ديالنا سواء في الحياه الاسريه ديالنا او في الحياه المهنيه. ومركز قبس كيقدم هذه الخدمه هذه في مجموعه من الدورات ديالو. مرحبا بكم وكنشكركم على هذه التغطيه المباركه مره اخرى. وجدوا في الحفل الختامي لبرنامجي المهارات الحياتيه وتدريب المدربين حفل بهيج نظمه مركز قبس للتدريب والتطوير الذاتي، كنا سعداء بهذه المجموعه الطيبه من المتدربين الرائعين المتميزين. برنامج كان على امتداد اكثر من 4 اشهر، تعلمنا من خلاله او علمنا من خلال المتدربين مجموعه من المهارات الحياتيه وكذلك البرنامج التخصصي اللي هو تدريب المدربين. الف مبروك تخرج ديالكم، كنتم رائعين ومتميزين، ونتلاقاو في برامج اخرى باذن الله عز وجل. المدربين والمتدربات فخور جدا ان اكون بينهم، الحفل كان هائلا لانه كان يدل على الحب والخير والعطاء والتنميه والتطوير. فعلا فعلا هذا المكان مكان يليق بكل المشاهدين وبكل المتدربات والمتدربين الذين لاحظنا ولمسنا وحسب شهاداتهم جميعا كيف تمت تحسين وتجويد الحياة والمهارات الحياتية والمهارات الإنسانية والتواصلات الإنسانية والذكاءات العاطفية وتجويد الحياة لا داخل المجموعة قبسية ولا داخل كل فرد مع العائلة دياله أو في العمل دياله. كنشكروا بزاف هذه الفكرة ديال هذا المشروع ديال قبس. وأكيد أنا كنوجه النداء ديالي من هنا لكل من كيتصنت لنا يجي يلتحق بهذا الركب ديال قبس. فعلا فيه الخير وفيه الخير وعلاج اون ثيرابي. مجرد كلمه اخيره غادي نقول، مجرد انك تحط قدامك في هذا المركز بلا ما تاخذ لا محاضره لا والو، ما تاخذ لا محاضره لا والو، مجرد انك تحضر تحط رجليك البركه تبارك الله وغتشافى باذن الله لان ثيرابي.